الاكيب تي بتعطيني احسن تشكيله في احسن 11 ملاعبيه 10 ملاعبيه وانت بتبيع في العالم ولا لعبت في... معاهم لعبت معاهم في الكاش شكون هي الكاش قول معز معز على اليمين اوه على اليمين مش الكل على اليمين سامح بش وصحابي برك سيدي يلعبوهم زوز ميتون ميتون باهي هذي باهي تعرف تفنتي خويا كيما كيما في في, في ستاد لا لا بالرسمي صحابي صحابي ريال روش خليل شمام يلعب في اللاكس ولا محل خير مش مشتو مش مشتو ايامات وور ايامات الكل ريال روش باهي في اللاكس ياسين مرياح يسمى رياح ومحمد علي يعقوبي زوز بيفوات بن عمر و... وصاحبي لعب معي في الاسبرونز اللي توفي السعودية اللي هو شاكر رياحي شاكر رياحي شاكر رياحي هو بن عمر وانا 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 قدام باي ثلاثة قدام ويسم ساكني عالمين نحطوا يد مرجابي باهي بونت شكون ياسين الخنيسي باهي عندي زوز ملاحظات شاكر قاعي وادي مرجابي حطيتهم بالعاطفه ولا تامن بهم والله هذه منامن بهم على الاخر زاد وانا نشوف ادم رجابي مش يستحق يعرف ليسبونس ممكن معناها الظروف وممكن معناها على المشاكل اللي صارت وهو كيف كيف شاكر معناها ممكن على الظروف اللي جاو فيها ليسبونس وعلى وعن المشاكل اللي صارت لهم هذيك هذاك علاش معنا نتصور معنا ما نجحوش في الاسبيرونس مالكا بونتو مزيان برشا الجمعه اللي فاتت مركزوز في بونتو مزيان اي بونتو مسانت كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب